اهلا اسمعين راك مليح؟ لاباس الحمد لله. واخا راك مسيان غير خير، كاش ما صرا لك؟ واخا رحت عند الطبيب غير كيما قال لي عندك مرض النسيان. وهذا المرض وين انت حكمك؟ حمد اسمع له مش من المرض. السلام عليكم عبد الرحمن. كتبتها لي خطيبتي قالها لي لحبابك. هذه راهي تقول لك ادوما. شنو هادي ادوما؟ يعني غدوة. لا لا قالها لي دوكا. قالك حنا روح شيبانية، مشات عند الطبيب دات لها واحد الورع تاع لافينيات وهذيك. مساء الخير الدكتور. مساء الخير. جيت باش نربر شي دواء. الطبيب اسمع لها. سقسيك يا الحاجة. نعم. انت يا اسوري يعني. وشنو اسوري يا بابا عزيزي؟ معناتها انت يا سوريا. شيبانية سمعت له. انا مانيش من سوريا يا بابا عزيزي، انا من الجزائر. قال لك حنا راه كاين زوج مبلعين في مخهم مسكانين بداو يتهضروا. عبد الرحمن. اه. انتما كيفاش نقولوا له فرنسي؟ يقولوا له سوليوتنو. وانت؟ الشمس اون فرونسي كيف يقولوا لها؟ برانزاج. سبع اون فرونسي كيفاش يقولوا له؟ يقولوا له بيجو. صح. وزلابيه اون فرونسي كيف يقولوا لها؟ ريزيستونس. صح. مرايه اون فرونسي كيفاش يقولوا لها؟ يقولوا لها انفاس انفاس. صح. ونمشي مشاع اون فرونسي كيف يقولون فايبيان.